أنا سهير، أنا من عيلة فقيرة كتير. أبوي هو المعيل الوحيد لإلنا، وراتبه يا دوب يكفي أجار البيت اللي عايشين فيه، وبصعوبة قادرين نأمن لأمي حق المسكنات اللي تخفف ألمها وتعبها. وفي يوم أمي تعبت كتير أكتر من أي يوم تاني، أولاد الحلال بعتولنا الدكتور يكشف عليها. كانت أمي تئن من الوجع، نظرات الدكتور ما كانت تريحني، بالعكس كانت تقلقني وتوترني أكتر. بعد ما خلص الدكتور الكشف لقيته بياخد أبوي على جنب، لحقتهم عشان أعرف شو القصة. لقيت الدكتور بيقول لأبوي إنه أمي بحاجة لعملية فورية، وهالعملية هاي ما بتنعمل غير ببلاد برا، والعملية مكلفة كتير، وإذا ما بتنعمل بسرعة راح تعرض حياة أمي للخطر. وبعد كم يوم صار ضلينا خايفين منه، وراحت أمي. ما صدقتش إنها ماتت، وأنا بشوف أبوي بغطي بوجهها. قعدت أخدها بالكفاءات، بس للأسف ما كانت شو تفيد وقتها. بس زعلت لإني فقيرة، إنه لو كان معنا مصاري زي هالعالم مش كانت أمي عايشة بينا لهلا. حسيت وقتها إنه الفقر بيحكم على الفقير إنه يدفع غرامات كتيرة. مزبوط الدفع مو بالمصاري، بس بأشياء تانية أهم وأغلى بكتير من المصاري.
باي ماما. باي يا عمري، تيك كير. ديانا ديانا، كيفك؟ هاي هاي، اشتقنا لك ديانا. وانا كمان كثير اشتقت لكم. كيف فارس معك؟ كانت رحله بتطير العقل. مزبوط ما طولنا كثير، بس كثير انبسطت لاني شفت البابا. زمان مش شايفته حبيب قلبي. انا كمان كان المفروض اطلع على امريكا بالعطله، بس اهلي قرروا ياجلوا على عطله نهايه السنه عشان نقعد فتره اطول. طب ديانا اعملي مثل ما كان، روح عند ابوك بعطله نهايه السنه كمان. صدق فكره كثير حلوه ولازم اعملها. المشكله كل ما اتذكر باريس وحلاوتها ووقت الحلو قضيته فيها برجع بتذكر هلا راجع لها من المدرسه ونكدها، بحس انه رح يغمى علي. ييه، شوفوا مين جاي يسلم علينا. افكح يا ولد، مش ناقصنا قرف. استنوا خذونا معاكم. احسن لك نور بنتي. عيب عليكم. كيفك ديانا؟ اشتقت لك. وانا كمان كثير اشتقت لك سهير. كيف باريس؟ بتجنن، المره الجايه بنروح انا وياكي. تخوتي ديانا، من وين اللي مصاري اروح؟ انا عمري ما وصلت لعقب جاي تقولي لي باريس. ولو سهير، تخيل بابا يجيبنا انا وياكي. كتر خيرك، بس ابوي ما بسمح لي اتركها. وانتي عارفه ما اله غيري. بعد ما امي تركتنا وراحت لعندي سوا. زعلانة منكم كتير. ليه؟ يعني ابدا ما توقعت تكون علاماتكم سيئه بهالشكل. شو يا جماعه، شو قصتكم؟ ليش هيك عاملين بامتحانات الفصل الاول؟ وانا اللي نازله اتباهى قدام المعلمات انه صفي احسن صف وطلابي احسن طلاب، انه كل اللي فيه شاطرين، وانكم تسمعوا الكلام ورح تبيضوا وجهي. ليش مس، احنا شو عملنا؟ خزيتوني وبهدلتوني وبينتوا للمعلمات انه صفي مش قد المستوى المطلوب وانه الطلاب اللي فيه اقل من عادي. مش فاهمه ليه أربعة بس بالصف علاماتهم في 90 والباقي كلكم 80s و 70s و 60s غير اللي رسمين واللي إذا ما شدوا حيلهم على الفصل الجاي أكيد رح يعيدوا السنة. على كل، هلأ رح أوزع عليكم شهاديتكم، بتجيبوهم موقعين من أهليكم كالعادة، وفي اجتماع الأهالي أنا إلي كلام تاني مع أهليكم. رح أنادي بس على الأربعة الأوائل بيجوا بستلموا شهاداتهم من عندي من هون، بدي الكل يزقف لهم. الأربعة هم تلين فارس 91، حبيب فاضل 93، جواد أيوب 98، والأولى على الصف سهير جريس 98.6 بالعشرة. برافو سهير، بطل، رفعت راسك. مش سامع الزفر. وهلا رح أوزع على الباقي شهيدكم. أكيد ولا واحد فيكم في 90 وما في داعي أفضحكم قدام بعض. شدوا حيلكم، معكم فرصة هذا الفصل. بغمزوا مع بنت الزبال، كل التعب اللي تعبته بالآخر بطلوا هي الأولى ما أنا الثاني. مش عارفة ليش ما بغمزوا معي أنا، مع إني بنت مس جاكلين. لا، واللي بضحك إنه بغمزوا معها هي، وهي مجرد بنت آذن المدرسة. هي الغبية بيشفق عليها وإحنا الشاطرين مش مهم؟ عن جد غبية وما بتسوى بصلة. كيف بطلوها الأولى علي؟ أنا بدبرهم. أكيد جواد هلا انقهر، لأنهم دائما بطلعوا سهير الأولى عليه. وليش ما ينقهر؟ ما هو ظلم بصراحة، مش هالفرق الكبير بينه وبينها. ها
والله شباب بطل زعلان، بس اللي جاي بتعوضها. اصلا هي بصيمه عشان هيك بتجيب علامات عاليه، بس انت الكل بيعرف انك اذكى منها بمليون مره. لا حبيبي، هي لا بصيمه ولا فهيمه، هي ما عندها مخ اصلا. هي الاولى علينا علشان شفقانين عليها، لانه ابوها عازل المدرسه الفقير وامها ماتت السنه الماضيه، فبدهم يفرحوها باي طريقه. مش قادر اصدق الا هلا انهم طلعوا بنت الزبال الاولى علي. عيب عليك جواد تقول على بنت صفك انها بنت الزبال. الزبال الحقيقي هو اللي بوسخ الساحه مثل حضرتك، اما الزبال اللي قصدته فاسمه عامل نظافه، ولولا عمال النظافه كان انت هلا قاعد بالوساخه والعفن ومزبله مش مدرسه. بعدين عم جريس كثير زلمه طيب وبحب الطلاب، بصيرش تحكي عليه بهاي الطريقه. خلص خلص ديانا، غلطنا منك سماح، مش فاهم ليش بتدافع عن وحده بيئه ومعفنه. جواد عن جد بزعل منك، عيب اثنين مع البنت بغيابها، هي بني ادمه مثلنا ومو ذنبها بنت عازل المدرسه. ماما اليوم سلمونا الشهادات. عن جد؟ بدهم اياك توقعيها. طيب ولا يهمك حبيبتي، قد طلع معدلك؟ 78. طيب ليش بتحكيها وانت زعلانه؟ مش ناجحه؟ بكره ابوكي بس تخلصي مدرسه حياخذنا عنده على باريس، وهناك بتكملي دراستك اللي بتحبيها. مو مصدقه بيجي هذا اليوم. صحيح ماما، بقدر اطلب طلب صغير؟ طبعا يا روحي. كنت بقول بيني وبين حالي انه عيد ميلادي الاسبوع الجاي، وكثير حابه اعزم صحابي وصحباتي عنا هون بالفيلا، بصير؟ هي فكره حلوه بس خايفه يركبوا لي البيت فوق اللي تحتاني. لا ماما بدير بالي، بعدين سنين انت موجوده، هي بتراقب الوضع. طيب بس بتعزمي لي مس جاكلين خص نص، بدي تيجي تشوف الفيلا تبعتنا، بدي مرارتها تفقع، لأن هديك اليوم لما عزمتنا على عيد ميلاد بنتها قعدت تتبهى بالفيلا المشاشحة تبعتها وهي قد نص فيلتنا. أنا مش عارفة كيف ما بتنام واضرب واطرح وعايشة بيك فيلا بتخزي. خلص ولا يهمك بعزمها. أنا أبوي مريح أمي على الآخر، جاب لنا 3 خدمات على البيت، واحدة للطبيخ، واحدة للتنظيف، وواحدة عشان تقعد مع أخوي الصغير. واحنا كثير عنا شغالين كمان، عدي على ايدك، عنا البستنجي وعنا الحارس وعنا السواق، طبعا غير الشغلات اللي لتنظيف البيت. ابوي ما بحب يجيب الشغالين من برا، كل يوم تيجي عندنا خدامه وبتروح على بيتها، لان ابوي ما بحب ينيمهم عنا بالبيت، بس هذا كوم والاساتذه الخصوصي اللي صار يجيب لي اياهم ابوي كل يوم يقرفوني عيشتي عشان علاماتي واطيه اي كوم ثاني. انا مش بحاجه اساتذه خصوصي، بس أنا لما بمرض حتى لو بعطس عطسة صغيرة أبوي طوالي بيروح بيجيب لي ممرض على البيت، بضلها سهرانة معي طول الليل تخدم فيي. أنتي مادموزيل سهير أبوك ما بيجيب لك خدمين يسهروا على راحتك؟ لا أنا أبوي زلمة فقير بس ما فقره، أبوي أغنى من أبهاتكم كلكم. عن جد؟ كيف صارت هاي هو أعزل المدرسة؟ مزبوط هو أعزل المدرسة، بس هذا إشي بشرفني وما بيقلل من قيمتي، لأنه أبوي على الأقل عنده غنى ذاتي. أبوي لما أنا بكون موسخ بالبيت هو بنظف البيت عشان يخليني مرتاحة، ولما كنت صغيرة وما كنت أفهم المواد اللي بعطوني إياها بالمدرسة كان هو أمي يقعدوا جنبي ويدرسوني ويساعدوني بحل المسائل. أبوي لما أكون ضعيفة هو بيحميني وبيحرسني، ولما أكون جوعانة هو بيطبخ لي، هو بيعمل الأكل وبيترك لحاله البواقي، بيطعمني الخبز وبيترك لحاله الفتافيت، ولما بكون مريضة هو بيجيب لي الدواء، هو بيسهر على راحتي لعب المقاطيب، بنفس الوقت بتلاقيه بيخبي علي مرضه وتعبه. أبوي لما حوش شوية مصاري بيروح بشتري اللبسة، وعمره ما فكر يغير كندرته المهرية. أنا أبوي تاج بحطه على راسي، بشرفني بشرف كل أبهاتكم. هاي كيفكم؟ أهلا. يا جماعة أنا عزمتكم على عيد ميلادي كمان يومين، جبت لكم معي كروت الدعوة. تفضل جواد هذا إلك، وتالين، ومايكل، وسيلفيا. وبالمناسبة ماما قالت لي أقول لأمك النتيجة، مشددة علي إني أعزمها. أكيد. سهير كيفك؟ هذا الكرت لك. ليش عزمتي بنت عم النظافه؟ هي ما عندها لبس تيجي فيها الحفله، احسن لبس عندها اياه هي زي المدرسه اللي شحدوها اياه. جواد هذا مو اختصاصك، سهير صاحبتي وانا كثير بحبها وبدي اياها تيجي على عيد ميلادي مثلها مثلكم. ديانا ممكن لحظه؟ انا كثير بشكرك انك سمحتيني على الحفله، بس انا اسفه عن جد ما راح اقدر اجي. ليه؟ ديانا انت عارفه الوضع، انا مش راح اقدر اجيب لك هديه حلوه مثل الناس الثانيين، وكمان بس راح اجي ضيفه ضيين. ولو سهير هو أنا عزمتك عشان تجيبي لي هدية عيد ميلاد، أنا عزمتك عشان بحبك وبحب تكوني موجودة معي في عيد ميلادي، وعن جد إذا ما رح تيجي رح ألغي الحفلة كلها.
ما بيكون على زعلك بس ما بسش ما بدي اسمع منك اي اعذار. بابا سهل حبيبتي انا نسيت اديك مصروفي، استنيني شويه هنا على الباب اوصل القهوه وارجع لك تاني. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية، كيفك؟ ولك انت أعمى، وين عيونك يا غبي؟ حرقتني وسخت لي أوعية. آسف آسف بس جاكلين ما أقصدش. شو عملت أسفك أنا؟ حببتني أعمل عمل يعميك. حصل خير يا مس جاكلين؟ قالوا خير هاد، قالوا كبوا القهوة من عماهم وقالوا الخير إجام. أنا بدي أحكي للمديرة تشوفي لها واحد تاني يفتح مو أعمى. ولو يا مس جاكلين هلا أنا بردف لك أوعيكي، تعالي هو ما كان قاصد محلا هو كان قاصد يعني عشان اخلصك من هالحياه اعرف اللي انا بدفع نفسك حبيبتي ادي مصروفك اهو وبشتري لك حاجه تاكليها هاي هاي احذري شو في ورا ظهري مش عارفة يلا احذري برا زناخة هدية من بابا برافو عليكي على السريع عرفتيها عن جد تفرجيني شو بعت لي واو شو حلو لما كنا أنا وياه في باريس تذكرنا إنه عيد ميلادك قرب فجبنا لك هذا الطوق وأنا كمان جاب لي سوارة بتطير العقل رح ألبسها اليوم في الحفلة يسلموا إيديكم عن جد كتير حلو بدي تلبسي اليوم في الحفلة رح أخليكي أميرة أحلى من كل البنات بدي تغيظي كل صحباتك بالطوق ولا تنسي تقولي لهم إنه من باري خليهم يتفلفلوا هيك بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا رب بارك هذه النعمه واحفظها من الزوال امين بابا يا روح بابا زعلان عشان اللي صار لك اليوم في المدرسة سهير حبيبتي أنا عايز أقول لك حاجة أنا مش عايزك تفكري في أي موضوع يخصني فكري بدراستك أحسن أنت رفعتي راسي قدام المدرسة كلها وعايزك تفضلي رفع راسي ومحافظة على المستوى ده وأنت قدها بس بابا أنا كتير ضيقت اليوم عليك من المشاكلين مش فاهم أنت ليش تحاول تبين لي أنت مش زعلان من اللي صار ليش سكتت لها بابا ليش ما رديت عليها وحتى اشتكيتها للمديرة هي كانت كتير الالتزام معاك لا ما يصحش تتكلمي على مدرستك بالطريقه دي بعدين انا قلت لك مش عايزك تفكري في موضوعي ولا تشغلي نفسك بحاجات تافهه بس بابا بابا سهير انتهى الموضوع مش عايز اتكلم فيه خالص حاضر صحيح بابا في موضوع كنت كمان بدي احكي معك فيه موضوع ايه هو انا مستحيه شو منك بس اليوم عيد ميلاد صاحبتي ديانا وهي عزمتني عشان احضر عيد ميلادها مش عارفه اروح ولا لا لا طبعا روحي وتبسطي بس انت تعرفي توصلي لبيتها؟ اه طبعا ما هو بيتها قريب من الكنيسة اللي بنصلي فيها بس المشكلة مش هون المشكلة اني خجلت منها وحاولت اعتذر لها عشان ما اكلفك هدية بس هي قالت لي اني اروح بدون هدية بس مش عارفة مش عيب اروح لضيفة ضيف طبعا عيب ولازم تجيب لها حاجة معاكي بس ما تخافيش انا حجيب لك الهدية اللي حتروحي بيها بس بابا انا ما بدي اكلفك هدية وانا بعرف وضعنا وبعرف شو امكانياتنا وزملائي بالصف كلهم أغنية وأكيد كلهم رح يجيبوا لي هدايا حلوة وغالية وأنا ما بدي أكلفك ما تخافيش هديتك حتكون أغلى وأحلى هدية فيهم مدام جبت فستان
يا ويلك يا سونيتا لو ما بتراقبي لي القرود اللي جايين عنا اليوم، بدي عينيكي هيك مفتحين 10 على 10 على كل واحد فيهم ليروح يكسروا لي قطعة من البيت. ويا ويلك لو صار هذا الشيء وكسروا لي قطعة غالية، اعتبري هذا اليوم مش يومك. انسيها لسرلتها بالمرة، رح تضلي تشتغلي عندي لعبين ما تسديني حق القطعة اللي انكسرت. فاهم ولا مو فاهم حبيبي؟ فاهم. ديري بالك، ها انا عارفة شو اللي خلاني رديت على بنتي، ايدي على قلبي رح تضل عبال ما يروحوا. اهلين اهلين حبيباتي. كل سنه وديانا سالمه. وانتي سالمه؟ مرحبا انت. اهلين حبيبتي. ليش من اجى ساعدتنا اب معاكم؟ صدقي خلى الشوفيري وصلنا لانه عنده اجتماع، الشغل متلتل فوق راسه. يا ستي يعطي الف عافيه، تفضلوا تفضلوا. شو بدي اقول لكم عن باغي؟ شو هالنظام؟ شو هالترتيب؟ كل شي عندهم على الليبرا. دخلك؟ صورتك الحلوة هاي من هناك؟ وي، كنا ماشيين انا واسكندر في الشانزليزيه، مرقنا من جنب محل مجوهرات بيطير العقل. قمت تذكرت انه عيد ميلادي ديانا قرب، فقلت لاسكندر خلينا نجيب لها هدية. دخلنا المحل وجبنا لها طوق بياخد العقل، كلفنا حوالي 20,000 يورو. أم حبيب قلبي شف لها السوارة وما قبل أطلع من المحل إلا لتكون إيدي مزينة فيها. مبروك، حلوة كتير. الله يبارك فيك حبيبتي. هلأ بتنزل ديانا وبتشوف الطوق تبعها، إشي بيطير العقل. شاطئ الحلو يا أمورة بينزل الأميرات. ويبتتلين كلك ذوق حياتي. مين اللي جاب لك هذا الطوق؟ ماما وبابا جابوا لي من باريس. عن جد؟ قديش حقه هاد؟ مش عارفة، جابوا لي هدية. كل عام بخير. بخير، ثانك يو كثير لانك اجيتي. ريما، مين هاي اللي جاي تسلم على بنتك؟ ليش هيك منظرها؟ بتقرب لكم اشي؟ مين هاي؟ أول مرة بشوفها. شوفي، مين هاي؟ ماما، هاي صاحبتي سهير من المدرسة. من وين بتعرفي هيك أشكال؟ ماما، سهير بنت صاطي وصاحبتي. ليش هيك شرشوحة؟ ماما، سهير فقيرة. كيف فقيرة بتدرس معاكم بالمدرسة؟ ما هي بتدرس ببلاش ماما. ليش ان شاء الله؟ يتيمة ولا جايبينها من الملجأ؟ لا ماما، سهير بنت عم جريس قازل المدرسة. ولك شو اعمل فيكي؟ شو اعمل فيكي؟ يخرب بيتك على هيك صحبة. انا عمري قلت لك تصاحبي الشحادين المشرشحين. اكل لنا حسابي معاكي بعدين، ما بدي الناس هلا ينتبهوا علينا. انصرفي من وجهي انا بفرجيكي بعدين. يعني ايش في؟ انا عملت شي غلط؟ لا حبيبتي ما في شي، بس ما قاعدة هيك كلمتين. اوكي. ما قدرت اجيب لهم هدية، وابوي بيطرح علي اجيب لك طعم مقدس، بس انا اسف ما لفيت ابوي عليه لانه ما عندي. يسلموا ايديكي. لك سهير، شو هذا اللي جبتيه لديانا؟ هي هديتين هدول ولا عشان ببلاش؟ سهير حبيبتي، احنا بحفلة عيد ميلاد مو بحصة الدين المسيحي. غلطانه يا تليل، اذا بتفكر الكتاب المقدس مكانه في حصة الدين وبس. الكتاب المقدس لازم يكون مكانه في قلبك طول الوقت، عشان منه بتعرف كيف تعيش حياتك كلها، كيف يكون قلبك نقي وطاهر. مزبوط الكتاب المقدس يا سيد جواد مجاني، بس الموجود فيه قيمته اغلى من كل هدايا العالم الغاليه اللي ممكن تنجاب. بعدين انت ليش زعلانين؟ انا كثير مبسوطه بهديه سهير، هي احلى هديه اصلا. تفضلي حبيبتي سهير، لا تضلك واقفه على الباب. يا
وكل أكل أبدع ولكل جاهز. يلا تفضلوا تفضلوا. يلا يلا يا امامير يلا نتجمع حوالين الطاوله نطفي الشمع. سونيتا اطفي الاضواء. وين ديانا؟ طلعت يا سهير على الغرفه. كيف بتطلع بهيك وقت؟ هي نازله مع ست بدور. دافعين عليه مبلغ وقدره. وين راح؟ وين راح؟ مش عارفة. لسه واقفة قدامي ان بشول البيت كله. نبول البيت فوقاني تحتاني. هلا بده يبين الطوق. وين راح؟ طولي بالك يا ريما، وين بده يروح يعني؟ بتلاقيها فاتت على التواليت تغسل وتركته على المغسل. كثير صارت معي. أنا ما دخلت التواليت، حتى بدي أغسل يدي مش ضروري أشلح الطوق. دوروا لي بكل مكان. نبول البيت فوقاني تحتاني. هلا بده يبين الطوق. وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أشكرك يا رب على كل النعم اللي اديتها لنا. أشكرك على الصحة. أشكرك على راحة البال. أشكرك لأنك محافظ لي على شغلي اللي قادر أعيش وعيش بنتي منه. أشكرك على بنتي سهير اللي رفع راسي بالمدرسة بعلامتها. أشكرك لأنك اديتها الذكاء والبديهة، ولأنك افتكرتها وأمنتها بمدرسة محترمة تذاكر فيها، ووفرت لي ولاد الحلال اللي ما يخلونيش أدفع ولا ملين بتدريسها. كم أنت عظيم يا رب، كم أنت عظيم، واسمك يعلو فوق كل اسم. يا رب أرجوك تحفظ لي على بنتي وتحفظها لي لأني ماليش غيرها. عرفها بنفسك أكتر. خدها بنتي ليك تتبعك في كل خطوة. وريها سلامك وأمانك. عرفها جمالك ودوقها طعمك الرائع. يا رب أنا النهاردة تعرضت للإساءة من ميس جاكلين. منكرش يا رب إني زعلت وحزت في نفسي، ومنكرش يا رب إني أكتر حاجة ضايقتني هي إني بنتي تشوفني وأنا بتبهدل قدامها. بس يا رب برغم كل الإساءة اللي أنا تعرضت ليها، أنا عارف إن أنا غالي عليك وإن أنا ابنك اللي بتحب. علشان كده يا يسوع أنا عايزك تساعدني أتجاوز مشاعر الغضب من ميس جاكلين. أنت يا رب قلت أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. وأنت كمان قلت لا تغرب الشمس على غيظكم. وبحسب كلامك يا رب أنا مش عايز أستسلم لرغبات إبليس في تحطيني، لأني عارف إن قيمتي غالية عليك. علشان كده أنا جاي أقولك إني مسامح ميس جاكلين من كل قلبي. ومش بس كده،
أنا بطلب منك بركة ليها، بطلب منك إنك تفتح قلبها وعيونها على معرفتك، وإنك تشيل الكره والمرارة من قلبها وتبدلهم براحة وسلام، وإنك تغيرها وتغير طبعها، تجعل منها بنتي ليك تسمع كلامك أنت مش كلام إبليس. آمين يا رب، آمين. ما بدي كيك، بدي الطوق يبين. انت ولا مش قلت لك تفتحين هيك 10 على 10؟ روح انصرفي دوري عليه وما ترجع الا والطوق بين ايديكي، فاهمه ولا؟ من دام انا دورت كل بيت بس ما لقيت. ما لحقتي الدوري، دوري كمان مره. اوكي طولي بالك يا ريما، الله منها مفضل عليك، وان شاء الله ان ما بين مش بقولها الاحسن منه. لا بس لازم تتعلم كيف تحافظ على اغراضها، ابوها ما بيتعب بيشا بالغربه عشان تستهتر بالشيء اللي جبناه لها اياه. أنتي ما تزعلي حالك، إذا بدك تعرف وين الطوق جواد بيقول لك. جواد؟ أنت بتعرف وين الطوق؟ يعني أنت الموضوع مش بحاجة لتفكير كتير ولا الحيرة بتاع بعصاب، الموضوع واضح وضوح الشمس. طب ما تحكي، مش شايفني أنا قلقانة عليه ومش عارفة وينه؟ يعني أنت الطوق ما ضاع مثل ما أنت فاهمة. ما ضاع؟ الطوق انسرق. شو؟ طلعي أنتي مني حواليكي، كلنا أولاد وبنات عائلات محترمة، كل البنات اليوم عندهم مجوهرات وأهلينا مش منقصين علينا إشي الحمد لله. وإحنا الشباب كمان مزبوط معنا اهتمام في المجوهرات، بس أهلينا كل شي بنطلبه منهم بفرولنا إياه، يعني باختصار إحنا مش بحاجة نسرق طوق ديانا. أنا مش فاهمة عليكم، كيف بتقولوا إن طوق ديانا انسرق وكيف بتقولوا إنه كل بالحفلة مش محتاجين الطوق؟ أنتي طلع منيح كتير واضحة ومبينة. أنتي ولا واحد فينا عنده دافع للسرقة، ولا واحد منا إلا هالوحدة طول عمرها شرشوحة طول الوقت مش ملاقي أكل تاكله ولا لبسة محترمة تلبسها، واحدة بس أنتي هي اللي حاجتها وفقرها بدفعوها ان تمد ايدها وتسرق علشان تاكل، وتمد ايدها وتسرق عشان تلبس وتصير مثل الناس اللي حواليها، واحدة بس انت مبينة مثل الشمس. هداك الطوق دي انا مش الله ما تزعلي عليه. انا كثير متضايقة، مش عارفة كيف ضاع. تفضلي سهير. واو كثير منظر الكيك بشهي، بتصدق ديانا اول مره حاكل من هذا الكيك؟ ديانا بقدر اخذ قطعه لجنب لبابا؟ اكيد سهر ولو. هاي مو اول مره بتمد ايدها على اشي، سبق مدت ايدها على ساعتي لما تركتها جوا الدرج وسرقتها وحطتها بشنطتها، ولما اكتشفنا راحت المديره طبطبت على الموضوع طلبت مني ما اكبره عشان المديره طول الوقت تشفق عليها لانها بنت فقيره وبنت الازم اللي بيخدمها. عن جد بتحكي سلفيا؟ انت عمرك ما حكيتي لي هاي القصه. ماما ما حبيت اكبر الموضوع وقتها، بس بما انه الامور وصلت لهالمواصيل يبقى لازم تنال عقابها. هي الوحيده اللي كانت مع ديانا في غرفتها قبل ما تنزل ديانا نحتفل في عيد ميلادها، اكيد غافلتها ومدت ايدها على الطوق شلحتها اياه بدون ما بدك تحس. مزبوط جواد، انا قعدت ادور على ديانا عشان تنزل تطفي الشمع ولقيتها نازله مع سهير على الدرج. شو طلع مع الغرفه فوق مش فاهمه؟ ابصر شو سرقت كمان من الغرفه. انتي انتي ما تستني ولا لحظه، روح عليها وفتشيها. اذا بيطلع كلامكم مزبوط انا بدي احكي للمديره تطردها من المدرسه. شو هذا يا ربي، الابو اعمى والبنت حراميه. انا مش حبلها علشان اسكت لها. ما بدي تصيري للمديره، بس اذا بتضلك تعاندي ومخبيتي بدي اخلي اللي بيسوى واللي ما بيسوى يتفرج عليكي. طلعي هلا احسن لك. حرام عليكم، ما بعرف وين الطوق ما اخذته. ليش كنتي طالعه مع ديانا على غرفتها؟ اكيد غفلتيها وسرقتي الطوق ولا ناسي موضوع الساعه. انا اللي طلبت من سهير تطلع معي لغرفتي لان ما حبيت احط الكتاب المقدس جبت لي اياه باي مكان هون ولا هون. طيب وحطيناها جنب تختي على الكوميدينا، فرجت غرفتي شوي ونزلنا. مين كيف استغلتي بقلبك وسرقتي الطوق من غير ما تنتبهي؟
مسكينة ديانا، انت قلبك طيب، يا ما نصحناك وقلنا لك ما تمشي مع هالمخلوقه، بس انت ما كنت تردي. وها هي اخر بدك تطلع الطب التي احسن ولا بتحبي تطلعوا غصب عنك ولا بتحبي ناديلك شوفه تلمك؟ الطب مش معي وانا اسفه اني مشيت على حفله كل اللي فيها انا مش من النظام الاجتماعي. كنت مفكره بقيكم شويه رحمه بس للاسف طلعت غلطانه. انا اسفه جيت عجنت عليكم الحفله عن اذنكم. وين رايحه لسه ما خلصت حكي معاكي؟ يعني كثير واضح انك بدك تهربي من الطاقه بالمال اللي طبعاكي. فتشوها يا جماعه، فتشوها قبل ما تهربوا. حرام عليكم انا ما سرقت شيء، ارحموني. ما بدي اسمع من ولا كلمه. بدك تهربي من الطاقه. انتي هدول الحرامية عندهم صورة ولا بتخطر على البال. بتلاقيها دحشيتها في كندرتها، طلع على كندرتها قديش مهرية من كل الأغراض اللي بتتحشى جواها. اشلحي الكندرة ولا اشلحيها خلصيني. اتركوني عشان اشلحي الكندرة. هي الكندرة شوفي منيح ما فيها اشي اصلا، مش فاهمة كيف دخل بالطوق جواها. تحبوا كمان اشلح الجربات؟ بركب خبي الطوق فيهم. اسمعي ولا سهير، اياكي ترفعي صوتك، شعراتك بدك تفلك اياهم. الطوق مش مبين. انتي بسيطة، يمكن تكون خبت الطوق في قرنة هون ولا هون عشان لما تطلع تاخده معها وهي طالعة من غير ما نحس. او بتكون رمت الطوق من الشباك لواحد من اصحابها الحرامية. هي ضلت هون بالحفلة وهو بيكون هرب بالطوق، ولما تيجي الشرطة تحقق هي ما معها اشي. ولك انت ايش؟ ايش معدنك؟ ولك ما سكتلك خليتك تفوتي بيتي؟ قلت لي عمرك ما حلمت تفوتي هيك بلا القصور، وعدتك على سفرتي وتسممتي من اكلنا، لو كمان نازل تعملي لي خطط ومؤامرات للحرمنه، روحي الله يحرمنا من اشكالكم، الهي تدفعيهم على مرضك يا بعيده، ايش انقلعي من داري اللي ابوكي ما عرف يربيكي، سنيتا ارمي هالزباله برا. انا ابوي رباني احسن تربيه، بس انتوا المصارع متعيلكم وقلوبكم خلتكم ناس بدون مشاعر ورحمه. ايش انقلعي برا برا برا. ليش الظلم كترار؟ ليش صار عادي مني
كثير. باي حبيبتي، الله معاكم. باي السلامة. باي باي، مع السلامة. باي حبيبتي. ولا تزعلي حالك حبيبتي، الله يعودكم على سرقة هالشرشوحة. أنا رح أحكي للمديرة تطردها هي وأبوها من المدرسة. يا ريت يا مس، خلينا نخلص منها، رفيت لنا عشتنا بهالصف. كل يوم بتعملها مصيبة، شو حتحل عنا؟ أنا اللي قاهرني إنه ما لقينا الطوق معاها. يعني هي بدها تحتار فيه؟ خلص حبيبتي ولا تزعلي حالك، يلا باي باي يا عمري. باي باي، عيدوها دايما. ما مستغني. باي 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 حبيبتي. كل سنة انت سالمة. كل سنة انت سالمة. انت سالمة. عيد ميلادك احتفلنا فيه، بس حسابك معي لسه ما احتفلنا فيه، وهلا جاي عبالي اعمل لك زفه لزوم الحفله. ما في داعي للزفه، كل اللي صار غلط بغلط. صهيب انت مقدمه ما بتمد ايدك لاغراض الناس. انكتمي ولا كل الناس غلط وانت لحالك صح؟ انت لساتك صغيره وجاهله، ما بتعرفي الناس على حقيقتهم. انا من اول ما شفتها حسيتها حراميه وشحاده، وكل الناس حسوا مثلي الا بنتي انا. طبعا ليش؟ عشان انك هبله وقلبك طيب، وفكري كل الناس منيحه مثلنا. انا عمري قلت لك تربي شحاده زيها، شو ناقصك؟ ايد، رجل، عين، يم. فدي كل البنات الحلوين وما لقيت غير هالستايل لتصاحبين. لا مستواها من مستوانا ولا تربيتها مثل تربيتنا. انا مش قادر اصدق لهلا انك مش قادر تختاري اصحابك، والنتيجه شو؟ النتيجه انك انكويتي بنار هيك صحبه طارت فوق بح ما في طوق، وانت لسه ما لحقتي تفرحي فيه، بس بتعرفي بتستاهلي عشان تتعلمي مين تصاحبي من يوم وطالع. ماما سهير الاولى عصفنا، هي بنت كثير شاطره وكثير بتساعدني بالمواد، مو ذنبها انا فقيره. يا هبلة افهمي، هدول الناس ما بصير نختلط فيهم، خدي مصلحتك منها بس لا تصاحبيها، مش مستوانا. فتحتيني اليوم قدام الناس اني جايبة شحادة على بيتي، ويا ليت شحادة وبس، لا وحرامية كمان. اياكي اسمع انك ماشي معاها في المدرسة، رح اجي واسيس عليكي يراقبوكي، ويا ويلك لو صار هذا الشيء. وليش هيك بتطلعي فيا؟ تعرفي فالج ولا تعالج، امشي صرفي على غرفتك مش طايقة اشوفك. شو هالبنت هاي يا ربي؟ ليه دمها محامي مثل دمي؟ وانا خلفتها ولا جبتها من الشارع؟ انت من امتى بتخش البيت من غير ما ترمي السلام؟ مالك في ايه؟ معيطه ليه؟ حصل لك حاجه؟ في ايه يا بنتي ما تقولي؟ ما فيش. لا يا سهير، انت عمرك ما خبيتي علي حاجه. في ايه يا بنتي ما تقولي؟ ايه اللي حصل من بعد ما رحت الحفله؟ حد زعلك؟ حد ضايقك؟ بابا ما في اشي. لا في، وحتقولي في اني فقيره، في اني شجوعه بنت احمادي، فيني بنت آذى المدرسة هم أولاد النواب ورجال الأعمال والدكاترة والمهندسين، الشخصيات المهمة في الدولة. فيني أول ما دي إشي تافح من ممتلكات أولاد الزواج بلوني كبش الفدا والعلاقة البعل عليهم مصايبهم، وإني بكون أول المرشحين لسرقتهم وناب أموالهم، عشان أنا الوحيدة اللي عندي دوافع للسرقة. وإيش هو دافعي؟ دافعي هو فوري، فوري اللي أنا ما اخترته. ديار انسرق، بس ما كان في غير سهير لتكون الحرامية. مسكوني فتشوني قطعة قطعة، شلحوني كندرتي، ولما ما لقوا اشي اتهموني اني مخبية الطوق، او يمكن اني اشتركت بالشحادة اللي مثلي وربطت لهم الطوق من الشباك. فصلوا الجريمة على مقاسي وعملوني بطلة قصتهم، مرمطوني وبهدلوني، وبالاخر اتهموني انت انك ما عرفت تربيني، رغم انهم ما اثبتوا علي ولا دليل. بابا، هو انت ما عرفت تربيني عن جد؟ هو انت ما عرفت تربيني ولا ما عرفت امن لي بيت مثل بيوتهم؟ ما عرفت تلبسني لبسه مثل لبسهم؟ ما عرفت تعطيني هديه عيد ميلاد اروح فيها مثل هداياهم؟ انت ليش ما خلقتش وزير ولا مدير ولا رجل اعمال؟ وليش لتكون مهنتك انك تمسك الممسحه وتمسح دراج المدرسه وتفوت على الحمامات وتنظفها؟ وانك تحط القهوة على الصينية وتقدمها لمس جاكلين، هو وين ما تكب القهوة عليها بدون ما تشجعك وتبادلك قدامي.
أنا آسفة سهير، ظلمناكي. مبلغ وقدره. بس ماما احنا ظلمنا سهير، ما كان لازم نتهمها هيك بدون دليل. قلت لك انها بنت مؤدبه وشاطره، بس انت ما رديتي علي وقعدتي تقولي لي اني ما احكي مع هيك اشكال. ولسه بقول لك ممنوع تحكي مع هيك اشكال. ماما ليه؟ سهير مظلومه، انا بدي اعتذر لها. حرام روحت من عندنا ودمعها نازل على خدها. يا حرام، لا 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 لا، حزنتيني عليها. ماما ظالمه صح؟ اسمعي ولدي انا، هي الكلمه ورد غطاها. انسي انك لقيتي الطوق ولا تجيب سيره ولا لحدا من صحباتك انك لقيتي، وضلي عامله ان الطوق لسه ضايع وما بين، خصوصا قدام ما بتتسمى سهير. هذا اللي ناقص، نزلي مستواك رح تعتذر من بنت ازن المدرسه. بتعرفي لو عملتيها لا انت بنتي ولا بدي اعرفك، وممنوع تمشي معاها منعا باتا لهون وبس. ايش معنى فضايح اليوم قدام الناس؟ وياك تجيبيها على بيتي مره ثانيه، مفهوم؟ بس ماما ما بصير. ما بسش، ما بدي اسمع منك ولا كلمه زياده. يلا تصبحي على خير. تعالي سهير، تعالي اقعدي جنبي هنا. بابا انا اسفة، انا بعرف انه كلامك يعني كثير قاسي، بس بابا انا مش قصدي، انا كثير بحبك وبتباهى فيك قدام الناس، بس الناس هي اللي بتطلع علينا بتعالي، هم اللي مفكرين حالهم بني ادمين لحالهم وبيعاملوا الاقل منهم علينا حيوانات وحشرات ولازم يداسوا عليهم. أنا طول عمري بحترم الناس، بس للأسف الناس هي اللي ما بتحترمنا ولا بتحترم فقرنا. دموعك غالية علي يا بنتي، بس أنت ليه مهتمة قوي إن الناس تحترمك؟ ليه سايبة الموضوع ده يأثر عليك ويخليك تحسي إنك أقل من غيرك؟ بابا أنا عايشة بين الناس وكل حياتي تعاملت مع الناس، كيف بدك يعني ما أتأثر بعدم احترام الناس لإلي؟ كيف بدك يعني أتغاضى عن نظرتهم الفوقية لإلي؟ أنا مش قادرة أفهم انت كيف ما بتتأثر وتحافظ على هدوءك وبتكمل حياتك بشكل كتير طبيعي، وانت كل يوم تتعرض للمعاملة سيئة من المعلمات والأساتذة والطلاب، كل يوم بتأمر عليك، كل يوم بضايقوك، مع انه كلهم بغلطوا عادي كتير، بس انت اذا غلطت يا ويلك. اي حدا عنده نقص بشخصيته بصير بده يفرض عضلاته عليك ويفرج اللي حواليه انه شخصيته قوية على حسابك. بابا انت كيف قادر تتحمل؟ فهمني مشان الله كيف. انا قادر اتحمل لاني عارف انا مين. عايزة تعرفي أنا مين؟ تمام. أنا ابن ملك الملوك، ومراسي مش هنا على الأرض، مراسي في الملكوت في السماء عندي يسوع الملك اللي سايب لي حصة هناك، والحصة دي بالنسبة لي أغلى من كل كنوز العالم اللي الناس بتتباهى بيها على الأرض. اللي زي يا بنتي مملكته سماوية مش أرضية، وحتى أبويا الملك لما جي على الأرض أسس لمملكة سماوية مش أرضية، وزي ما أبويا الملك اتصلب طلب من كل حد فينا إنه يحمل صليبه ويلحقه، وإن كان صليبنا هو فقرنا فبيجي إيه الصليب ده قدام صليب مات عليه شخص بريء، شخص ما عملش ولا خطية في حياته، وكل اللي عمله هو إنه حبنا قوي. أنت بتقولي إن الناس مش بتحترمك والناس بتعاملك وكأنك حشرة، طب عمرك فكرت بقيمتك في عيون يسوع؟ لا ما عم بفكر.
أنا حساعدك تعرفي قيمتك في عيوني. تخيلي إنك في بيت والبيت ده ولعت فيه نار، وكنت أنت لوحدك في البيت هناك. أي حد ممكن يفوت ويحاول ينقذك حيعرض حياته للموت، وكنت أنا برا البيت بتفرج عليك وأنت بتتحرقي. تفتكر إن أنا حفضل واقف مكاني وما اتحركش، ولا أنا حدخل وعرض حياتي للموت؟ لا بابا، أنت أكيد كنت رح تدخل وتعرض حياتك للموت وما تتركني. طب ليه؟ ليه أنا كنت حدخل وعرض حياتي للموت علشانك؟ لأني أنا بنتك وأنت بتحبني، ولأنك بتحبني مستعد تضحي بحياتك عشان تنقذني. وده اللي أنا كنت عاوز أوصله لك. لو أنت مش غالية على يسوع، وأنت مش بنته اللي بيحبها من كل قلبه، كان ليه حينزل الأرض ويعرض حياته للموت عشان أنت تعيشي؟ إيه اللي كان يجبره على ده؟ ما كان فضل قاعد في الملكوت بيتفرج عليك وانت بتهلكي. لكن لأنك بنته، لأنه أنت كبيرة قوي بالنسبة له، لأنه بيخاف عليك وبيحبك من كل قلبه، مات علشانك. وقبل ما يموت شتموه وجلدوه وبزقوا عليه وأهنوه، بعد كده علقوه على الصليب. كل ده ليه؟ لأنك غالية عليه ولأنه بيحبك. عمرك شفت حب أعظم من الحب ده؟ ومن مين؟ من ملك الملوك. ملك الملوك شايفك بنته وانت لسه بتحسي بالإهانة؟ لسه بتفكري ان الناس بتتفرج عليك باحتقار، وانك انت مش قادرة تتحملي الموضوع ده؟ روحي يا بنتي، ارفعي راسك بين الناس. اذا كانوا هم اولاد الوزراء والنواب والدكاترة والمهندسين ورجال الاعمال، فانت بنت ملك الملوك. اوعى تاخدي قيمتك من الناس، وكوني واثقة انك بنت صاحب اعظم سلطان في العالم. تقربي منه وحبيه من قلبك، هتلاقي عنده الكرامة، وهتلاقي عنده القيمة، وهتلاقي عنده الحب. وهو بس اللي قادر يغنيك عن حب الناس ليك. يا رب، أنا مش مبسوطة. عندي كل إشي بتحلم فيه كل بنت، بس أنا مش مبسوطة. حاسة حالي عايشة جوا غابة، القوي فيها بدي ياكل لطيف. أنا يا رب مش عارفة ليش اللي حوالي عايشين بدون إنسانية، عايشين بدون قلب يحب الناس ويحترمهم مهما كانوا هدول الناس فقراء ومحتاجين. أنا مش مبسوطة يا رب من اللي طلبته أمي مني. لا أنا قادرة أزعلها، ولا أنا قادرة أقتنع بأن اللي قالته صح. ساعدني يا رب، أنا كتير حزينة على سهير، حاسة إنه إحنا ظلمناها، حاسة إن لازم أروح وأعتذر لها. يا رب أنت أكيد سمعني، أنا آسفة يا رب. أنا كيف ما كنتش حاسة بقيمتي في عيونك قبل هيك؟ كيف كنت مغمضة عيوني مش فاهمة إني بنتك وإنك بتحبني؟ كيف ما كنتش عارفة إني أميرة في الملكوت وبنت ملك الملوك؟ وكنت مضيعة وقتي وأنا متضايقة لأني أقل من غيري، لأني بنت آذن المدرسة الفقير، وأنا اللي في إيدي كنوز الدنيا كلها. أنا يا رب هل عرفت قيمتي عندك، وعرفت اللي عملته أنت علشاني. علشان هيك أنا بوعدك أني ما أحتقر نفسي من يوم طالع، وأني ما أحس بأني أقل من غيري. وبوعدك أني إذا تعرضت للإهانة أني أنساها، لأنها مش مهمة، ولأنه المهم هو أنت، أنت وبس يا رب. مش معنى هيك أني رح أكون ضعيفة ومستسلمة، لا، أنا رح أخذ قوتي منك ورح أطلب منك المساعدة دايما في كل المواقف اللي بمر فيها. وبما أني بالنسبة لإلك غالية وأنت ملك الملوك، فمش مهم بعدك لو كان الناس حبوني واحترموني أو لا. شكرا يا رب، شكرا لأنك حبيتني، شكرا لأنه قيمتي كبيرة عندك، شكرا كتير لإلك. مهما الناس بتبعد عني وبتعيرني عشاني فقير،
رافع راسي وعمري ما بنحني مليك الكون شايفني أمير مهما الناس بتبعد عني وبتعيرني عشاني فقير رافع راسي وعمري ما بنحني مليك الكون شايفني أمير أنا ابن لملك الملوك ميراثي في الملكوت عالي مقامي مهما بعاني في العالم الفاني المحدود هو لحال بيكفيني وبسلطانه بيحميني ابنه ناداني على لساني وعلشاني شاف الموت يلي بتقولوا علي فقير أنا ابن الملك أنا أغنى أمير يلي بتقولوا علي فقير أنا ابن الملك أنا أغنى أمير مظبوط أنا من لفيت بحرير بس أنا لافف حالي بيسوع ملك الملوك عز وفخري ملك الملوك جرب فقري ملك الملوك عز وفخري ملك الملوك جرب فقري أواني على كسرة ظهري خلي